إلى ذلك أكد معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة خلال إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية وذلك في سفارة مملكة البحرين بالعاصمة الصينية بكين أن المشاركة الشعبية في الانتخابات تمثل قاسما مشتركا بين جميع الأطراف ودلالة على نهوض المواطنين بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. جاء ذلك خلال ترأس معاليه الوفد الاقتصادي البحريني الزائر لجمهورية الصين الشعبية ضمن جولة ينظمها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية. اليوم الحمد لله بعونه تم التصويت من قبل وفد مملكة البحرين الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية. طبعا هذا واجب وطني لازم كل مواطن يقوم به ويختار الأفضل للوصول إلى قبة البرلمان في مملكة البحرين. والحمد لله الإقبال اللي شاهدناه على صناديق الاقتراع في الصين يدل على تجاوب الطلبة والبحرينيين في الصين مع مسيرة تنمية وإصلاح اللي قرها جلالة الملك حفظه الله. والحمد لله اليوم الكل أدلى بصوته ومبروك للبحرين إن شاء الله انتخاباته.